ونتحدث أكثر عن هذه المواضيع وتحركات في الأسواق العالمية. ينضم إلينا رائد حامد الخضر وكبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك رائد معنا على شاشة MBC عربية. أهلا وسهلا. يعني رائد، أبرز ما نترقبه لهذا الأسبوع يعني تحديدا فيما يخص البنوك المركزية، وتحدثنا عن سياسات النقدية لدينا المركزي الأوروبي لهذا الأسبوع وترقب لهذا الاجتماع، يعني برأيك ما أبرز يعني قد يأتي به المركزي الأوروبي خلال هذه الفترة؟ أنا أعتقد الموضوع شائك كثيرا بالنسبة للمنطقة الأوروبية والمركز الأوروبي على وجه التحديد. عملية رفع أسعار الفائدة هي عملية خارجة عن سيطرته في الوقت الحالي، لا يستطيع المركز الأوروبي التسرع في عملية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الرغم من أنه التضخم عند مستويات مرتفعة قياسيا. السبب في ذلك هو سوق السندات، حتى لا يسبب أزمة متزايدة في سندات الديون للدول المتعثرة في المنطقة الأوروبية. هو يحتاج إلى أن يجهز بعض الشيء قبل أن يقوم بتشديد سياسة النقدية، يجهز حتى لا يكون هناك ضرر كبير في سوق السندات وعزوف وبيع كبير في أسواق السندات الأوروبية. على العكس تماما، ممكن أن نشوف نحن تمديد برنامج جديد لشراء السندات من قبل المركز الأوروبي، وذلك لتمويل فوائد السندات بالنسبة للدول المتعثرة كإيطاليا على سبيل المثال. نحن على برنامج ممكن أن يكون بحجم 200 مليار يورو حتى لا يكون هناك أزمة في سوق السندات، وبالتالي عن عملية رفع أسعار الفائدة سوف يتم تأجيلها نسبيا. لا نتوقع أن يكون هناك قرار برفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، لكن منادات للاجتماع القادم الشهر القادم لأول رفع، وأعتقد لن يكون هناك رفع آخر خلال هذا العام بالنسبة للمركز الأوروبي، لأنه سيتضرر بشكل كبير إذا ما شدد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ورفع تكلفة الاقتراض في المنطقة الأوروبية. طيب سيد رائد، نذهب الآن إلى البيانات الأمريكية. يوم الجمعة ظهر تقرير الوظائف الأمريكي كان في تحسن، لا تنسى أنه أيضا هذه البيانات ربما غير حقيقية، بمعنى أنها لا تعكس الوضع الاقتصادي. منذ بدء الجائحة والولايات المتحدة الأمريكية تنفق على المتعطلين عن العمل برواتب شهرية، وبالتالي لا نجد من يقف ليطلب الوظائف، ربما هذا يؤثر على البيانات. أيضا ننتظر هذه الجمعة بيانات التضخم الأمريكية، كيف ينعكس ذلك على القرار الفيدرالي من وجهة نظرك؟ يعني البيانات التي صدرت يوم الجمعة، بيانات الوظائف الأمريكية، أكدت على أنه الفيدرالي الأمريكي ليس لديه أي مبرر للإبطاء في عملية تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أنه نحن عندنا هذه البيانات مثل ما تفضلت رولا لا تعكس أبدا أن هناك تحسن حقيقي في سوق أو في الاقتصاد الأمريكي، وإنما هو بنتيجة البرامج التيسيرية الضخمة وبنتيجة التغير في عادات الموظفين وتخليهم عن وظائفهم والبحث عن وظائف ذات عائد مرتفع وبعمل مرن نوعا ما. هذا هو السبب الرئيسي في خلق وظائف جديدة، وبالتالي محاولة يعني أو زيادة كبيرة في عدد الوظائف. هذا لا يعكس تحسن أو واقع إيجابي للاقتصاد الأمريكي، بالتالي ممكن أنه نشهد أنه الفيدرال الأمريكي يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية، لأنه في عنده تضخم مرتفع، لأنه في عنده مبالغة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذا هو الذي يتحتم عليه الفيدرال الأمريكي. ولكن إذا نظرنا إلى البيانات التي صدرت يوم أمس ونظرنا إلى توقعات أسعار الفائدة، فالتوقعات قبل هذه البيانات كانت وفق أداة يعني الفيدرالي لتوقع أسعار الفائدة بأن يكون في عندي رفعين لأسعار الفائدة ب50 نقطة أساس، والرفع الأخير هذا العام يكون ب25 نقطة أساس فقط. الآن الأداة تشير إلى احتمالية 3 رفعات ب50 نقطة أساس لكل منها، أي رفع سريع لأسعار الفائدة، وهذا لن يوفر هبوطا سليما أو هانئا للاقتصاد الأمريكي من السياسة التحفيزية ذات يعني أسعار الفائدة المنخفضة إلى سياسة تشددية ذات أسعار مرتفعة. أي بمعنى آخر سوف يكون هناك فترة ريسيشن أو فترة كساد واضحة داخل الاقتصاد الأمريكي لا يمكن تجنبها بشكل واضح، وبالتالي كل الوظائف اللي نحن عم نشوفها شاغرة أو الأرقام الإيجابية ممكن نشهد فقدان حاد وارتفاع حاد كذلك الأمر في معدلات البطالة في الفترة القادمة، وهذا ما يخشاه الاقتصاد الأمريكي. لذلك يجب أن يتم التسريع في تشديد السياسة النقدية خلال تعاملات هذا العام. طيب أرأي
بالنسبة للتوقعات يعني التي نشهدها الآن فيما يخص البنوك المركزية والسياسة النقدية، برأيك يعني أين ممكن يتجه المستثمر الآن تحديدا في ظل ربما هذه البيئة الاستثمارية، أسواق المالية العالمية وغيرها من أصول أخرى؟ أعتقد على المستثمر أن يكون أكثر حذراً هذه المرة أو خلال هذه الفترة من الفترات السابقة. ممكن أن يكون هناك واضح للجميع أنه أنا في عندي مستويات تضخم، ارتفاع واضح في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي النقد يفقد قيمته بشكل يعني متسارع، بالتالي يجب أن يكون هناك تفكير بالاستثمار من قبل الأفراد بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً. لكن أين يكون الاستثمار؟ أعتقد أنه استغلال بعض الفرص المتاحة حاليا هو يعني أعتقد سانح بالنسبة للأفراد. التمويلات التي يكون السداد فيها بالتقسيط أو الشركات التي تعتمد على تمويل السداد بالتقسيط خلال الفترة القادمة أعتقد سوف تكون حصان أسود في الفترة القادمة. ممكن أن يستفيدوا بشكل كبير من الشركات أو أسهم هذه الشركات التي تقوم بالتمويل بالتقسيط، ولذلك لأنه في عندي يعني قيمة نقد أو قيمة كاش تتزايد مع رفعنا لأسعار الفائدة بشكل أكبر، وبالتالي الفاليو أو القيمة الفعلية لهذه الشركات ممكن أن تتزايد بشكل أكبر في الفترة القادمة. كذلك الأمر في عندي الاتجاه نحو السلع، أعتقد هو مربط فرس بالنسبة لكثير من المستثمرين، التوجه نحو العقارات كذلك الأمر ممكن أن يكون مهم جدا في الفترة الحالية، ولكن الابتعاد عن الكاش بحد ذاته أعتقد هذا أمر مهم جدا يجب أن يعيه المستثمر في الفترة الحالية. نعم، ونشكرك سيد رائد الخضر وكبير استراتيجي الأسواق في مجموعة الكوتيكو.